رواد الموسيقى المغربية 1963. مهرجان مواسم خالدة في دورته الثالثة وصل لمرحلة من النضج تجعله يرتقي في برمجته الفنية ويصعد درجات. ففي هذه الدورة سنستضيف مجموعة من الفنانين الذين لهم حضورا متميزا في الساحة الوطنية. حنا كنوعدوا جمهور طنجة على أنه دائما يكونوا في مستوى التطلعات ديالو. كنعرفوا أن جمهور طنجة هو جمهور ذواق ودائما بالنسبة ليه حدث المولد النبوي الشريف هو حدث يحتفى به بأشكال متعددة في الدور في الأحياء. لذلك فسنحاول في اليوم الثاني أن نسترجع ونجعلهم يحسون بنوستالجيا الزمن الجميل من خلال أطباق فنية تكون حاضرة فيها تلك المرددات التي تربينا عليها والتي دأب على إنشادها نسوة طنجة وأبنائها في فترة المولد النبوي الشريف. شكرا لكم وسائل الإعلام والصحفيين، وهذا راهو ديالنا وديالكم وراهو طنجة، هذا مهرجان طنجة ماشي ديال الجمعية وحدة. شكرا لكم. سيعرف اليوم الأول تكريم رائد الأغنية المغربية الأستاذ عبد الواحد التطواني وتسليم جائزة العود الذهبي، وهي جائزة استحدثتها الجمعية لإعطائها لشخصيات مميزة في الموسيقى المغربية كمكافأة على ما أسدوه للساحة الوطنية على مدى عقود. والأستاذ عبد الواحد التطواني رجل أغنى الساحة الفنية المغربية على مدى 6 عقود بعديد من الروائع، وارتبط اسمه بمدينة طنجة. جديد الدورة أيضا مجموعة من الأسماء الفنية التي تحضر لأول مرة كمريم بالمير، كبدر السلطان، ومجموعة من المنشدين المتميزين في الإنشاد الديني كمنشد الشارقة الصوت العذبي ياسين الشهاب، كالصوت القوي والطروب سي عبد الواحد الديبان، وكشحرور الزاوية البوتشيشية المحبوب حكيم خيزران. في اليوم الأخير هناك طبق أندلسي بادخ قوامه مجموعة من الموسيقيين. الخشبة ستكون ممتلئة بجوق محمد العربي المرابط المعزز بمجموعة من العازفين والمنشدين من مختلف مدن المملكة، وكذلك بمجموعة من رؤساء الأجواق الوطنية محمد أميد الدبي، مولاي محمد الهواري، سيدريس كديرة، العياشي الفاسي، وبحضور أصوات مميزة كباء الروندا أيقونة الفن الغرناطي، كذلك حياة بوخريس منشدة الملحون والموسيقى الأندلسية، كذلك هنا الطوق، وفي الأخير الحضرة العيساوية مع الفنان والمقدم ياسر الشرقي.